مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية حطوا على آخر أخبار منتخب أقل من 20 عام قبل مواجهة الويتام دو فينال غدوة ضد المنتخب البرازيلي، كيف كيف موعد نهائي كاس كرة اليد. لكن البداية بتعيينات حكام مقابلات الجولة، بقية مقابلات الجولة الثامنة، واللي على إثرها على إثر هذه التعيينات النادي الإفريقي يحتج رسميا على تعيين حكم يسري بوعلي لمواجهته ضد الأولمبي البيجي. لماذا هذا الاحتجاج؟ موجود معنا عضو اللجنة القانونية الأستاذ أحمد تونسي. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا وسهلا حيدر، مرحبا بيك وكيف مستمعين وزيك. تأكدنا الخبر هذا، فما احتجاج رسمي على تعيين حكم يسري بوعلي؟ بالطبيعة نادي الفريق يحتاج على تعيين حكم يسري بوعلي، اللي استغربنا أصلا تعيينه في مقابلة غدوة. لماذا هذا الاستغراب؟ لأنه أولا الساعة نحن المنافس المباشر بتاعنا النجم الرياضي الساحلي، وإنك تعين طاقم تحكيم كامل من معناها أحباء النجم الرياضي الساحلي، وبالطبيعة نزهوه على أنه يكون عنده تدخل في الحكاية هذية، من أحباء النجم الساحلي، من أحباء النجم الساحلي، مش من رابطة الساحل، من أحباء النجم الساحلي، مش من رابطة الساحل بركة. معناها هذا النجم نقوله، معناها ما يخسر حتى حد. معناها كما تجيبني أنا مثلا نحكم مقابلة ضد فريق ماهوش فريقي، معناها الدستور أو فلان الفلاني محب للنادي الإفريقي، ما نجمش نخبيه. معناها أنك تخبي، انك تخبي الانتماء ساعة في مباراة كما غدوة في المرتبة الاولى نجم الساحلي، في المرتبة الثانية نادي الافريقي، ساعة من الاول غلطة منهجية، ساعة من الاول كي تعين هكا خطأ منهجي. بعد نجي ونشوفه معناها التاريخ نتاع الحكم هذا مع نادي الافريقي، نلقاوه زفر 5 مقابلات لنادي الافريقي، 4 هزائم وتعادل، كان تعادل اللي تذكروه تونس الكل، معناها كانت النادي الافريقي وقتها ينتهي امرك المساله اللي ما حبوش نتفكروها في ماتش بيجا وقت فيرادس، يزيد وقت ما ضاعش، وبعد يسجل هدف بعد مخالفه على الحارس عاطف الدخيلي. معناها ما نجموش ما نستغربوش تعيين كما هذا. هذه الأسباب، وانتم تقدمتوا باحتجاج رسمي، وخلينا نقولوا شبه مستحيل أو مستحيل أنه يتغير الحكم من المقابلة غدو. شبه مستحيل أو مستحيل يتغير المقابلة، معنى الحكم بتاع مقابلة غدو، لكن فما حاجة لازم يعرفها جمهورنا والجمهور الرياضي، واللي ساعات فما حاجات راهو ما تتحكيش في الإذاعات وما نقول ما نتناولوهاش إعلاميا. راهو إدارة النادي الإفريقي في كثير من المواقف يكون فما حروب خفية وما نحبوش نحكيوها في الإعلام، كما مثلا إكمال الموسم في كرة السلة. راهو باش كملنا الموسم في كرة السلة، دخلت سلطة الإشراف وتعهدت لنا باش يكون تحكيم نزيه، وباش تكون تعيينات في المستوى، وباش تكون أجواء رياضية. كيف كيف رانا ماناش باش نتواناو حتى لحظة في الدفاع عن النادي الإفريقي، كيلزم كيف كيف باش تدخل سلطة الإشراف باش تكمل معناها الموسم الرياضي في ظروف طيبة، رانا باش نطلبوا التدخل هذا. على هذاك نطلبوا من الجامعة التونسية لكرة القدم، من لجنة التحكيم معناها اللي تابعة للجامعة التونسية لكرة القدم، باش تكون في المستوى نتاع تنظيم بطولة تونس لكرة القدم. وإذا كان قبل معناها ما حبيناش نتناولوا الموضوع إعلاميا، هاو الجمهور نتاعنا يعرف، خاطر أصبح الضغط كبير وراهو سهل علينا باش نكملوا معناها الشهر اللي مازال من غير مشاكل ومن غير نعملوا مشاكل ولكن هذا مش من أخلاقنا، وهذا مش من انتماء للنادي الإفريقي، وهذا مش من عاداتنا، وما نشوفش معناها نتنازلوا عن حقوق النادي الإفريقي مهما كان الثمن. هذا احتجاجكم. قلت لي انه تعتبروا عندكم معلومه ولا تعرفوا انه الحكم من حبا نجم الساحلي ومرابط الساحل، المواجهه بين المتصدر والملاحق المباشر نتاعو، واحد من الملاحقين في الـ في الـ في الترتيب حاليا. زادة انت قلت، وهذا النجم نتفق عليه الكل، انه صعب ومستحيل مستحيل انه الحكم يتغير. دونك معناها شنو الهدف من الاحتجاج هذا؟ إنه الناس اللي قائمة على تنظيم بقية مباريات البطولة تتحمل مسؤوليتها. إذا كان جامعة تونسية كرة القدم ولا لجنة التحكيم اللي تعمل في التعيينات هذية، وما نزيدوش نزيدوا أكثر معناها توضيح، ماذا بينا يكونوا في مستوى نهاية موسم، يكونوا في مستوى كما قلنا ديما نرجع نقولها، راهو النادي الإفريقي ما عندوش مشكلة مع النتيجة، ينجم يخسر ونجم يتعادل ونجم يربح، ولكن رانا ما نقبلوش وما نسبش نقبلو انه تكون الخسارة نتاعنا خارج الميدان، وراو مش باش تتعدى بالسهل اي طرف يكون يمس بحقوق نادي الافريقي. واضح العملية؟ واضح واضح.
شكرا للأستاذ أحمد تونسي عضو اللجنة القانونية للنادي الأفريقي، وكان يعبر على احتجاج وهو احتجاج رسمي من إدارة النادي الأفريقي على تحيين الحكم يسري بوعلي لإدارة مقابلة أولمبي البلجي والنادي الأفريقي. يسري بوعلي لهذه المواجهة، وأيمن الناصري لمقابلة ترجي تونسي اتحاد بن قردان نهار الخميس انطلاقا من الخمسة. مش أيمن الناصري وهيثم القصعي، لكن أيمن الناصري في الفار. دونك خليني نعاود الكل بالنسبة لمقابلة أولمبي البلجي والنادي الأفريقي. يسري بوعلي وفي الفار فما فرج عبد اللاوي، هذه تعيينات حكام المقابلات المتبقية من الجولة الثامنة. لاعبي الاتحاد المناسيري كملوا اليوم تحضيراتهم لمواجهة المحرق البحريني في المنامة غدوة انطلاقا من الخمسة ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني في كأس الملك سلمان. وذكروا أن ليو اسمو كان ربح ماتش للي 2-2. المنتخب الوطني أقل من 20 عام كمل تحضيراته لمواجهة البرازيل غدوة انطلاقا من 6:30 ضمن دور ثم النهائي من المونديال في مدينة لابلاتا اللي رجع لها المنتخب الوطني البارح بعد المقابلة الثالثة في دور المجموعات. ونذكر أن المنتخب مغير غيث الوهابي كيف مغير ريان النصراوي. دونك هذه الوضعية بالنسبة للمنتخب الوطني قبل مواجهة المنتخب البرازيلي. أنس جابر ترشحت للدور الثاني في رولان جاروس بعد انتصارها اليوم على الإيطالية لوتشيا برونزيتي المصنفة 65 عالميا زوز مجموعات مقابل صفر، تفاصيلها 6-4 و6-1. أنس باش تلعب الدور القادم ضد الفرنسية أوسيان دودان مصنفة 122 عالميا مقابل مبرمجة لنهار الخميس. الجامعة التونسية لكرة اليد أعلنت على توقيت نهائي الكاس وهو نهار جمعة انطلاقا من الساعتين نهائي الكبريات بين نادي الرياضة النسائية بالموكنين والنادي الإفريقي، و6:30 نهائي الأكابر الترجي ذي تونسي ضد مكارم المهدية. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فام.net.